القصف المتبادل بين أطراف الصراع لم يستثني الحالات الإنسانية في تعز، إذ ارتفع معدل وفيات مرضى السرطان جراء استهداف المركز الوحيد المتوفر في المدينة لعلاج حالات الأورام السرطانية. نبيل اليوسفي والمزيد. نحو 35 شخصا مصابين بالسرطان يموتون شهريا في مدينة تعز بسبب الدمار الذي تعرض له مركز الأمل الوحيد لعلاج الأورام في هذه المدينة. المركز يقع وسط 5 محافظات يمنية تمثل نسبة الإصابة فيها بالمرض أكثر من 40% على مستوى البلاد، ويعاني شحا في الأدوية. هناك كثير من المرضى الذين يحتاجون إلى البروتوكولات العلاجية، والذين يرقى برؤهم يعني بنسبة 99% من الشفاء تعرضت لانتكاسات ووفاة. بعض المرضى يغامرون بحياتهم وسط الاشتباكات ورصاص القناصة لبلوغ المركز وتلقي العلاج. عانينا كثير من الحصار الذي مطبق على المدينة، فلنا يومين نشتي ندخل من جهة الدحين اللي يعتبر الآن معبر رفح، يومين نقطع داخله ودخلناها بعد وساطة من واحد على أساس نوصل للمركز. وصلنا للمركز الآن ما وجدنا أنه ما في شيء القرعة. ويعاني المركز أيضا من القصف العشوائي وبمختلف أنواع الأسلحة، ليبقى مصير المرضى إما الموت بالسرطان أو بالقذائف والرصاص. نبيل اليوسفي، التلفزيون العربي.